إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى مشاهدينا الكرام، حيكون معنا يوم السبت في منتصف النهار ما بين المباريات. الآن تسمعني؟ الحمد لله. في شيء صار إنه بدل ما ياخذ الكمبيوتر الميكروفون أخذ حاجة تانية، وهذا للأسف مش أول مرة تحصل، لكن إن شاء الله بنحلها. على جميع الأحوال، الموضوع هو تنويه، لأنه إحنا بدينا نستقبل الأسئلة يا جماعة، بدينا نستقبل الأسئلة، وهذا اللقاء الهدف منه نعرفكم إنه إحنا هنوجه الأسئلة للجماعة المتخصصين اللي حيكونوا معنا يوم السبت بين المباريات 12:30 بتوقيت أونتاريو كيبيك، 11:30 بتوقيت مانيتوبا، 7:30 بتوقيت القدس. وضحت؟ حيكون معانا 3 متخصصين إن شاء الله، وأحدهم اللي هو خلص معادلة التمريض عشان يتكلم عن التمريض في المقاطعات الإنجليزية. إحنا تكلمنا مع الأخ فاروق سابقا عن مانيتوبا، عن كيبيك، وشرحنا يوميا عن كيبيك. المرة هذه عندنا ضيف من المقاطعات الإنجليزية، وعندنا 2 من الاختصاصيين في موضوع المحاضرات والدورات والتأهيل علشان تستفيدوا. فبإذن الله تعالى إن شاء الله كونوا معنا، ابعتوا أسئلتكم، يعني أنا بوريكم إنه الناس بعتت الأسئلة، وبدينا نجمع الأسئلة، وزي ما بنعمل مع الأستاذ المحامي هنحط الأسئلة مرقمة عبر الواتس، عبر الباوربوينت، ونعرضها إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. أنا مشكلتي الآن مع الكمبيوتر هذا، مش مع، يعني أنا طلعت في بالي لما جاني الميعاد إن أنا أحكي لكم على إنه في موعد، وإنه ابعتوا الأسئلة أو شيرت إن شاء الله رب العالمين. أنا هعمل شير على عرب مانيتوبا وعلى باقي الصفحات. ولا يكون لكم فكر، بإذن الله تعالى هذا مجرد شيء سريع، ما كانش مرتب، حتى الأجهزة ما فكرت أفحص شيء، أخذت كل شيء ووصلته باللابتوب وطلعت مباشر. عشان تكونوا على نور، الإخوة الصيادلة، الممرضين، الأطباء، ما حدش يلوم علينا بعد هيك. اللي حابب يبعث الأسئلة على الواتساب يبعثها على الواتساب، اللي حابب يبعثها على الإيميل زي إحنا ما حطينا في، لأنه الإيميل في ميزة إنه أنا ممكن أحول الرسالة تبعت الإيميل على الأطباء، فهم كمان ممكن يتراسلوا معك وتتراسل معهم فيما بعد، هذه ميزة الإيميل. لكن اللي حابب يبعث على الواتساب يكتب في أول رسالته إنه هذه لموضوع الأطباء أو لموضوع الصيدلة أو لموضوع التمريض، يعني ينوه في البداية بس. وبعدين السؤال تبعه هيدخل على الواتساب، على الباوربوينت، ونحطه ياخذ دوره. الآن بين امبارح لما أعلنا واليوم في عنا 5 أسئلة، الصراحة 4 أنا حطيتهم، الخامس لسه ما حطيته. فاللي حابب يبعت على الواتساب يبعت، اللي حابب يبعت على الإيميل يبعت. ومش هقول لكم غير بإذن الله تعالى تسمعوا كلام طيب، لأن أنا قبل هيك تواصلت مع الناس هدول، عرضت لهم شيء، وأنا بعرف ناس بتاخد دورات عن طريق ونجحوا وترخصوا عن طريق ناس بيعملوا دورات. ففي كندا هذه أشبه ما تكون بالدروس الخصوصية في بلادنا العربية، بس في بلادنا أنت عندك الكتاب وعارف كيف تذاكر. arabimmigrants@gmail.com صح، هذا هو الإيميل، صح يا أخي سعيد، موجود على الشاشة. أنت لما أكبر لكم الشاشة خلينا أحط نفسي هنا، شايفينه؟ الإيميل مكتوب أهي على الشاشة، فـ arabimmigrants@gmail.com.
بإذن الله التمريض كان نفسي إن أعلن عن الأسنان كمان، بس جماعة الأسنان حتى يعني أنا عملت أسناني، جماعة الأسنان ما تشجعوش كتير يظهروا، ما فيش عندنا إلا فيديو واحد تبع الدكتور هيثم محمد موجود له 4 سنين في قناة اليوتيوب. أنا بدي يكون شيء محدد، فإذا بتشجع معانا طبيب أسنان يا مرحبا، نعمل معاه لقاء. إذا حتى شيء حدا عامل معادلة جديد وصار عنده عيادة، يعني فري ادفرتايزمنت يا جماعة، أهلا وسهلا بكم. إذا ما تنسوناش، ربنا يخلينا من أهل الدنيا بصحة وسلامة، بصحة وسلامة، لأنه في فيروس منتشر RSV متعب جدا في موضوع الجهاز التنفسي، فتحذير انتبهوا منه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجماعة اللي هيكونوا معنا